صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم فيها ثلاث مواضيع مهمة راح نناقشها مع ضيوفنا ومحللينا. الموضوع الأول مباراة الكويت مع تشرين السوري في كأس الاتحاد الآسيوي وبداية المشوار. أيضا الموضوع الثاني تصريح خاص لبرنامج الديربي من الشيخ أحمد اليوسف رئيس اتحاد الكرة. والموضوع الثالث أيضا لقاء خاص وحصري مع السيد بابلو فرانكو مدرب فريق القادسية السابق. نرحب بضيوفنا ومحللينا متواجدين معنا اليوم. على اليمين لاعب الدولي السابق الحارس الدولي السابق كابتن صلاح مرزوق، بجانب اللاعب الدولي السابق كابتن احمد موسى، على اليسار ايضا لاعب الدولي السابق والمدرب الوطني كابتن انور يعقوب، واقصى اليسار ايضا لاعب الدولي السابق كابتن فرج لهيب. حياكم الله اخوان. انت قلت ثلاث مواضيع وثلاث لاعبين من الكويت. ايوه انت قلت ثلاث مواضيع وثلاث لاعبين من الكويت. والله يعني حركه رفيع يعني اقول اسكت يعني انت اليوم والنتيجه 3-3 والنتيجه 3-3 اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه. في اي موضوع حاب يعني يعلق عليه من المواضيع اللي بنناقشها اليوم هيا هلا. الشكر لرعاتنا وداعمينا شركه ونرز العالميه، معقمات هايجين، مياه بيرين. الشكر لأطياب المرشود، الشكر لمطعم السبعينات، الشكر لأيضا فارمالاند، الشكر لشركة غرب الخليج العقارية، الشكر لنظارات كيفان، الشكر لدير اندير، الشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيس في الكويت، والشكر لمعرض أسد للملابس الرياضية. قبل وأيضا الشكر لمركز عبدالله تقي للأقمشة. قبل لا أبدأ بعض المواضيع الاجتماعية لابد في البداية اتطرق لها. بداية برقية تهنئة قبل لا نروح حق الأحزان لأخونا العزيز وزميلنا المبدع والمتألق دائما في السوشيال ميديا، ودائما تشوفون السوشيال ميديا في قناة الاي تي في ما شاء الله جهد جبار من الأخوان. أحد هؤلاء الجنود أخونا يعقوب الفضلي اللي تزوج أمس، مبروك يا أخوي يعقوب. مبروك مبروك، وبالرفاه والبنين إن شاء الله، والله يوفقك وتحتفل بفوز ريال مدريد بالدوري مع انها صعبه، لكن دعواتنا لك مع زواجك يمكن يتحقق هالحلم وتفوز بالدوري وتفوز بزواجك بعد ان شاء الله. ننتقل للاتراح بعد الافراح، بدايه ببرقيه تعزيه، برقيتين. الاولى للاعب الدولي السابق لاعب منتخبنا والنادي العربي محمد شراغ بوفاه عمه، والثانية أيضا خبر صادم صراحة صدمنا لكن هذا قضاء الله وقدره بوفاة والدة أخونا واللاعب اللاعب السابق في نادي القادسية ولاعب نادي النصر الأردني أحمد الرياحي. والدته يعني رحمة الله عليه إنسانة عزيزة صراحة، وقابلناها يمكن أكثر من مرة سواء في الملعب أو في أي لقاء مع أحمد الرياحي. أمانة كانت تخجلنا في تواضعها وأخلاقها و اسلوبها الراقي، ففقدنا انسانه عزيزه، واكيد اخوي احمد فقد انسانه عزيزه ما في شك. لكن نسال الله تعالى ان تكون في فسيح جناته وان يلهم اخونا احمد واهلها وذويها الصبر والسلوان. ايضا امنياتنا بالشفاء العاجل لاعزاء علينا واخوان اعزاء علينا، بدايه اخونا وزميلنا الاعلامي الصحفي المبدع ايضا والكاتب ايضا في جريده الرياض السعوديه اخوي احمد الشمري، وايضا لاعب منتخبنا وهداف كاس الخليج الاولى وبطل كاس الامير مع فريق اليرموك لمرتين، صاحب هالانجاز اللي لم يتكرر حتى الان، اخونا الكابتن كبير جواد خلف ايضا لاصابتهم بفيروس تربوي كورونا. الرجل التربوي. نعم نعم نعم. فنسال الله تعالى ان يمن عليهم بالشفاء العاجل. نبدا تقريرنا او حلقتنا بتقرير خاص بملخص خاص لاحداث مباراه الكويت وتشرين. نشوف الملخص بدايه وبعدها سنوات. نقول هار لك للأبيض، يعني ما بيحط شماعة الحكم، لكن يعني ركلة الجزاء نوعا ما، الهدف الملغي للكويت، وقت الضايع أيضا اللي نحط 8 دقائق، يعني أمور
إصابة حسين علي أيضا نتمنى له الشفاء العاجل. إحنا قاعد نحاول علي حسين قاعد نحاول الاتصال بأحد الإخوان في نادي الكويت، ما أدري أخونا فرج قاعد يتولى المهمة حتى نطمن على علي حسين، وأيضا نطمن على الوفد إذا قدرنا نتواصل مع أحد من الإخوان تواصلنا، إذا ما تواصلنا عموما إحنا اللي علينا نسويه والواجب اللي علينا نسويه. عموما أبدأ مع أخوي بمشاري، تعادل بطعم الخسارة ما في شك. والله أكيد هو تعادل بطعم الخسارة، بس أنا واحد من الناس أشوف أنه لا جديد، يعني إحنا قاعد نعيش بدوامة الإخفاقات، الأخطاء المتكررة اللي للحين لم نجد لها علاج، نفس الأخطاء اللي مباراة اليوم، نفس الأخطاء اللي تكررت الموسم هذا كله، نفس الأخطاء، نفس الرتم، ما في جديد. عدم المحافظة على فوز الدقائق الأخيرة، هذا أنت فقدت الهيبة بحيث أن أنت دائما بالدقائق الأخيرة أي فريق ممكن يرجع المباراة لأنك أنت لم تحافظ على الفوز. هذا التكرار أنك تتعادل 3 دقائق 98، هذا حصل معنا بالدوري مباريات كثيرة، لم نجد العلاج، وللأسف في أخطاء من محترفين، أخطاء بد يعني أنا وجهة نظري أخطاء يعني بدائية مفروض ما تحصل، مثل ركلة الجزاء اللي حصلت من رامي ما تحصل مفروض، يعني الهدف الثالث يوسف ناصر بالتشتيت، يعني في أمور أنتوا لاعبين خبرة، إذا لاعب الخبرة ما عنده السيطرة بالدقائق الأخيرة أو العامل النفسي إحنا نقول والتركيز باللحظات الأخيرة من المباراة، أخطاء بسيطة بس أنا شايف أخطاء متكررة، يعني حد الآن لا ما أكلها علاج ما في تصحيح للأخطاء، ما في تصحيح طيب. وبنفس الوقت الطرف الثاني فريق تشرين، فريق يعني استغل متواضع، يعني مو ذاك الفريق اللي يخليني أتراجع بعد أي هدف يعني. نعم، فشايفة من نتيجة منطقية، وفريقنا يعني هذا مستوى طول الموسم ما تغير شيء. طيب راح أجيك أبو عايشة بس أخلص من الكويتاوية. أبو أحمد يعني مثل ما قال أبو مشار اليوم، أنت لما تتقدم ليش تراجع؟ هاجم، قدرت تسجل هدف، أقدر أسجل الثاني، أقدر أسجل الثالث، والدليل اللي شفناه اليوم، يعني لما سجلت هدف قدرت تسجل الثاني، قدرت تسجل الثالث، ليش خليته بعد ما يدخل في مرماك الهدف؟ أنا أبو سعود شفت المباراة بس كان مقطع، نعم هو مو مشكلة أنك تقول، إحنا مشكلتنا بنص الملعب وتنظيمنا الدفاعي سيء، يعني إذا الهجمة علينا ما في تنظيم، وهذا ما يعني ما صحح المدرب من فترة، يعني قاعد نقول تنظيم الفريق الدفاعي سيء سيء، الدفاع طبعا مو بس من المشكلة الدفاعية، حتى من خط المقدمة النص، احنا مشكلتنا بالنص، رتم بطيء، ما في رغابة، ما يضغطون على الخصم، وحتى في حالة اذا قطع الكرة يعني الخصم قطع من الكرة ما عندنا استرجاع للكرة بسرعة، هذه الامور تحتاج، واعتقد انا يعني في اتصال مع الاخوان من الكويت انه لازم يصير عندنا لاعبين بالنص، احنا مشكله نادي الكويت بنص الملعب، النص هو عمود الفريق معروف، احنا خلل فريق الكويت بنص الملعب مو بحال الهجومي، احنا قاعد نقول ونوصل، يعني اليوم فيصل زايد بصراحه ما قصر، يعني ادى الدور الهجومي، بس في الحاله الدفاعيه اخطاء سهله، يعني ما تصير مثل المحترف البدوي، يعني خطا سهل هذا لانه ما في رغبه، حتى الجول الأخير ما في رقابة، يعني من لعبة رفعت الكرة ونزلت وشتتها ورد سددها، انزين منو دور؟ وأنا شفت فريق السوري تشرين مو ذاك الفريق يا أبو سعود، أن تقول فريق يخوف فريق قوي، فإحنا هذه مشكلته، وبعدين عندنا مشكلة بالنص وايد بطيء، يعني البريشي لاعب مميز طبعا بس تدري فارغ العمر غير، إحنا لما نقول إحنا مشكلتنا حتى بندية والمنتخب لما نطلع نلعب مع فرق بدنيا أقوى منا راح يفوزون عليه، مو افضل منه تكتيكيا لا هم او تكنيكيا مو افضل منه، القدره الجسمانيه اللياقه البدنيه افضل، فاحنا مشكله نادي الكويت تنظيم الدفاعي سيء، وهذا ما صحح المدرب، وهذا دور المدرب، احنا في اخطاء اداريه هذه باختيار المدرب، هذه غير، بس انا كمدرب لما امسك الفريق من الدوري الممتاز للحين اشوف الخطا عيني، ما اي يوم الثاني اصحح الخطا في تمارين، فهذا الخطا متكرر واعتقد صعبه. ابو لهيب يعني انا واضح اشوف الاخوان ابو مشاري وحتى ابو احمد قاعد يقللون من الفريق السوري، يعني تشرين ترى بطل الدوري السوري صحيح، يعني الدوري السوري يمكن في بعض الاحيان
اذا مو افضل من دورينا على الاقل يعني نقول على الاقل متساوي مع دورينا على الاقل يعني. بس عود انا اليوم اللي شفت يعني المباراه كانت اللي شفت اليوم ممكن افضل كل لعبات الجايه بعيدا عن العذاب يعني فريق تشرين بطل الدوري السوري صحيح. والكويت تعادل معاه هذا ايضا يعني مو نتيجه سيئه يعني صحيح. شوف بعيدا بسعود نفس الكلام تفضلت فيه عن الوقت الاضافي الزايد او انه مثل الاصابه او الهدف ملغي انا ما احط اعذار حاجه ما دائما ما احط الحكم يكون شم معه حكم ممكن يخطا بسعود هذا معذر لكن انت ما قدمت خلينا نكون واضحين اكثر التشريع كان افضل مني منظم يتاخر ثلاث مرات يمكن تسجل على هدف ويرجع مره ثانيه هذا داله بسعود ان الفريق سوري قاعد يلعب حماس في روح في عنده روح جماعيه الروح موجوده كان روحه مقول الجول الثالث فصخ فني نعم احنا مسعود بس ما قال عزيز مو افضل لا تنظيميا افضل تنظيميا قلت منظم ايه بس لكن مو افضل لانه لو افضل كان ما يتلقى ثلاث اقوال ايه ما في فريق افضل يتلقى ثلاث اقوال الحماس اللي عنده وروح احمد لما تسجل على هدف ايه يرجع المباراه يرجع حق المباراه هذا اللي اتكلم عليه لكن انت ابو سعود تنظيم الدفاع عندك سيء نفس ما قال ابو مشاري هذه مو اول مباراه دائما نادي الكويت في اخر وقت في اخر خمس دقائق كل جماهيرنا ايدهم على قلبهم عارفين انه ممكن يتسجل عليك هدف وهذه عاشر مباراه بسعود اللي قاعد تسجل عليها هدف في اخر الوقت عدم تركيز لكن انا اللي استغرب منه نوعيه لاعبينه يعني لاعبينه فيهم لاعبين خبره هل نفس المباراه هذه ما تكون خارج ما اعرف شلون اهدي الامور واقدر العب باتزان وامتص يمكن الحماس اللي عند الفريق الثاني هذا المستغرب منه بسعود لكن في امور ايجابيه فيصل زايد شفناه انه سجل هدفين وكان قدم اداء مميز العكايش اللي اخر مباراه الدوري لغايه الحين انا اشوفه انه بدا يدخل مع الفريق ودوره كان مهم يمكن نتعامل بالسلامه حق اللاعب علي حسين اصابته بسعود شوي قويه وان شاء الله يرجع احسن من قبل لكن بشكل عام انا اشوف نادي الكويت اليوم ما كان في مستوى لغايه اللحظه هذه نعاني من التنظيم الدفاعي السيء اللي قاعد يمر في نادي الكويت احنا بسعود في نقطه شوف احنا عشان نبخص حق الفريق السوري انا قاعد اقول لك مو ذاك الفريق بس شنو تحس فيه فريق منظم داخل الملعب يعني في شغل مدرب يعني ما يلعب عشوائي مثل نادي الكويت لعب فوضى بصراحه طيب بو 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 عايشة يعني خلينا نشد في نقطه معينه في فريق الكويت صراحه القوه الهجوميه يعني اليوم ما اذكر مباراه يمر على فريق الكويت مباراتين ورا بعض ما يسجل جول صحيح. مستحيل يمكن صحيح. يمكن من النوادر تحصل لكن اليوم حتى لو يخسر تلقاه مسجل جول نعم صحيح فاليوم قوته الهجوميه نتمنى تكون ايضا مشابهه للقوه الدفاعيه شوف سعود يمكن هذه النقطه اللي انت ذكرتها ما كان يميز الكويت في السنوات الماضيه قوه هجوميه ضاربه زائد لياقه بدنيه عاليه اليوم مشكله نادي الكويت يمكن الاخوان كلهم ذكروا التنظيم لكن هي اساس المشكله مو التنظيم اللياقه البدنيه نادي الكويت يعاني من اللياقه البدنيه من خلال الموسم هذا كله من بدايه الموسم وهو عنده مشكله في اللياقه البدنيه والدليل ان اقاله المدرب اللياقه البدنيه ولما قال المدرب مدرب اللياقه البدنيه اللي هو خليل. اعتقد راح العربي نعم ها خليل نعم لما قالوا احنا قلنا يعني اليوم انت لما تغيب مدرب اللياقه البدنيه يعني شنو معناته ان انت عندك مشكله بدنيه اللياقه عدل لازم بديل عشان انت اليوم نشوف الفريق في حاله ثانيه ما شاهدنا الحاله الثانيه في اللياقه البدنيه الاخوان اللي ذكروه بالضبط في سوء بالتنظيم لكن سوء التنظيم وين جاي من قصر اللياقه البدنيه في نادي الكويت نادي الكويت اليوم كل الاخوان اللي ذكروه في كل مبارياته في الدوري في الدقائق الاخيره يعاني يسجل يتلقى اهداف المستوى اللياقه البدنيه ينزل فالمشكله اليوم نادي الكويت عنده مشكله في اللياقه البدنيه مثل ما تفضلت نادي الكويت في الخمس سنوات الماضيه اقوى 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 خط هجوم كان قوه هجوميه ضاربه بالإضافة إنه كان يرجعون كانوا يهجمون بشكل صحيح ويسجلون لكن أيضا في حالة فقدان الكرة كان يرجع خط النص مثل ما قال أبو أحمد تنظيم الدفاع ويرجع ويدافعون بشكل طيب وبشكل إيجابي اليوم نادي الكويت ما عنده هذه الميزة الهجوم في وادي نص الملعب في وادي آخر الخط الدفاع في وادي ثاني فهذا سوء التنظيم هو أساس اللياقة البدنية نادي الكويت اليوم يعاني من اللياقة البدنية وهذه هي النقطة الأساسية اللي قاعد تمر في نادي الكويت بس هم ما شالوا ترى هو المدرب الاسباني طلب الصافه كامل عنده مدرب اللياقه يعني مو شاله وخلى الجبال بالكه راح العربي يشوفه هم ما قالوا هم الصاف الاسباني يبون الصافه كامل موجود مع مال اللياقه ايه في موجود مع اللياقه بس هو شوف يعني خلى الجبال بصراحه انا ما بتكلم عنه بصراحه شوف السنه اللي طافت حتى مال المنتخب بالعكس من المدربين المميزين وكذا شوف مع العربي الحين
شفت يوم راح العربي شوف شوف اللياقه البدنيه فعلا. وبعدين ابو احمد خمس سنين معاهم، خمس سنين مع نادي الكويت، نادي الكويت كان ابو موسى يعني شوف الناس ما تكلمت عن اللياقه البدنيه ما يميز نادي الكويت، لان بالسابق كان دائما يطلع معسكر وتشوفه يرجع هني يكون توب اللياقه. والدليل يعني نادي الكويت دائما في المباريات اللي طافت عند الضغط العالي يعني يسجل في اول دقائق، بعدها يمسك اللعب ويتحكم في رتم المباريات. لكن لما الناس ما تفضلت غابت لياقه بدنيه حتى بالضغط العالي اللي كان ممتاز فيه نادي الكويت بالهجوم، هذا ترى غايب وهذا اثر عليه بشكل كبير. يعني حتى انت لما تضغط بس في لاعبين اعمارهم يا جماعه، في لاعبين اعمارهم كبيره يعني تعدوا 30 ما يقدر يضغط المباراه كامله، فحتى الضغط انت بتضغط شوط كامل انت الضغط يعني في تنظيم 10 دقائق تريح. هذا احنا ما شفنا يعني طريقه لعب نادي الكويت ما شفنا امانه. اقول لك في نقطه مهمه بعد مفقوده بهالموسم هذه ولاحظناها، ان لم نجد تعويض لحسين حاكم. حسين حاكم ما كان فقط مدافع، كان قيادي يدير المباراه. للاسف عدم وجوده فقدنا القياده. الدليل ان تلعب انت 90 دقيقه ما في حد يقودك الثلث الاول شو تسوي المباراه، الثلث الثاني الفينيشنج نهايه المباراه. فقدنا قيادي. انا اقول ليس اللاعب اي لاعب خبره ولا لا، القياده فن بالملعب ولها دور. انا واحد من الناس اؤكد ان فقدان حسين حاكم هالموسم طبعا يعني انك مهما تلعب في وقت انك راح توقف. يعني اللي حصل انه ما عوضنا مكان هذا الرجل. وحسين حاكم ترى موجود في الفريق، هو موجود يتمرن. لا انا اتكلم قيادي ب 90 دقيقة صحيح. ضروري احنا مشكلتنا احنا فريقنا ب 90 دقيقة تحس ما في قيادة. في لاعب خبرة بس مو كل لاعب خبرة يكون قيادي بالملعب يفصل لك ال 90 دقيقة لما تسجل هدف شو تسوي ولا كذا. الموسم هذا باين مكان حسين حاكم بغض النظر على المستوى، انا ما اتكلم على المستوى، اتكلم كقيادي بالمباراة. مشاري ترى ما يعني مكانه واضح كمشاري ترى ما في لاعبين، ترى اثنين حسين حاكم وسعد ندى، ترى ما في حتى الحين الموجودين. لا المنظومه كلها تكلم في الفريق، ما في لاعبين قياديين ترى بس الاثنين ترى. لا كل فريق اعمارهم كبيره. نشوف تنظيم لما مساعد ندى حاشه الاصابه في الفريق لان في توجيه القياده فاي ما في دوري الكويت ما في الاثنين حتى الحين الموجودين. ما احترم بدر اتوقع بدر لا خل بدر بدر حاله جوم انت القياد المصري ورا بعد احسب اللي كاشف الملعب كله إيه كاشف الملعب لاعب النص يقدر يوجه هذا راغب سكر المكان هذا تحتاج لاعب النص ولاعب نعم. طيب خلينا نشوف اصابه علي حسين ونشوف مع بعض الفيديو وبعد ذلك سنعود. نقول له سلامات ما يشوف شر كابتن علي. تعليقك والله انا اشوفها اصابه بليغه ان الغضروف والاربطه اتوقع يبي له مو اقل من 6 اشهر. الله يفوق عوقه والله يصبر اهله. يعني انا اشوف الاصابه بالعمر هذا تمزق بالغضروف ان شاء الله تمزق بالرباط ان شاء الله قادر يرجع بس لازم يتعب على حاله. يعني طلع من المستشفى ولا ودوه المستشفى وسوى اشعه وكل شيء وبين معاهم تمزق بالغضروف والرباط الصليبي وان شاء الله يعود احسن من كان. الحين لاعب صغير ويعد نفسه اعداد جيد. يعني شوف عزيز هذه الاصابات عاده تي يكون يا ارهاق وحمل زايد على اللاعب وهذا ما يمكن اللي انتج منه هالموسم هذا المباريات على طول. يعني الناس لما تي تحط تكلم ان دوري مضغوط هو مو بس على الاجهزه الفنيه او حتى على اللاعبين من ناحيه انه والله لياقه بدنيه حتى من ناحيه الاصابات. احنا عضلات لاعبينا ما تتحمل مباريات كل ثلاث ايام كل ثلاث ايام ما يتحمل. فعاده لما يكون في ضغط زايد حمل زايد على اللاعب تنتج هالاصابات عضلات تضعف او انه يكون ما في لياقه يكون لاعب لياقته ضعيفه وقوته البدنيه ضعيفه. هو اجهاد بس هو هذا اجهاد. يعني اللاعب قاعد يتمرن ولعب كل ثلاث مباريات كل ثلاث ايام عفوا مباراه فبالتالي تكون العضله مجهده فينتج هالشيء. يعني انا قاعد اشوف احمد يعني لاعبين نادي الكويت وايد يتعرضون للاصابه. تذكر احمد حزام
الان علي حسين اذا ماني غلطان بعد كان في لاعب ذكرني الفتره اللي فاتت نفس الشيء بعد اخذ له وقت خويزي لا لا حتى العنزي حتى لا لا انا اتكلم الفتره هذه الفتره هذه يعني اخر سنه او سنتين طلال فاضل يعني اصابات لاعبين نادي الكويت امر غير طبيعي محمد انا اقول لك اذا بحمل الاصابه مثل الجهاز الفني انا اقول لك اذا شد تمزق اوكي انا معاك هذا شغل عمل الجهاز الفني مدرب اللياقه البدنيه اذا شد بس حسب الملعب انا اقول لك الاصابات ليش قاعد تصير هذا الولد صغير فكل ثلاث مرات قاعد يلعب حماس زايد حمل زايد على اللاعب يصير يعني حتى الغفزته ونزلته انا يعني انا اصابتين عندي بالركبه احس فيه والله اليوم ضاق خلقي اتالم دم حتى يوم مساعد النادي تعور احس يعني كنا انا اللي مجرب الاصابه غير اي عرفت اللي مجرب الاصابه غير يعني انا اللي تعورت ما فيني شيء بدنيا كنت زين وكذا بس كسرت واحد ما شاء الله العضله عندك غير لا لا يعني شوف يعني كانت العضله زينه مثل ما قال عرفت يعني كسرت مع بدر ابو عباس رديت ردت فعل ترى بعد يوم بعد يومين رجع لعب مباراه لا وين لا عقب بطلت لا بس شوف ودائما شوف في اصابات يعني مرات ترى انت معرض بسعود اي وقت يمكن حتى وتنزل من دار بيتكم ممكن صحيح تعور صحيح لكن الـ 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 لا لا قاعد اشوف الكم اللياقه بدنيا العدد العدد يعني اللي تحملها طبيعي اللي تحملها ابو سعود مدرب اللياقه البدنيه يعني حتى في فريق الكويت انت قلت طلال فاضل غير الخويت غير مشاري غنام غير فتره العداء اهم شيء لا بس هذا انت مثل ما تفضلت ابو احمد هذه انت قلت اللياقه البدنيه مدرب يتحمل شد العضل التمزقات الامور العضليه لكن الامور هذه الامور هذه ملعب سوء ملعب سوء انك تنزل غلط النزله غلط يعني لاعب نزل غلط عندنا ويدري يعني يدرون الاخوان عندنا مشكله احنا لاعبيننا سهر تال الليل هذا سهر تال الليل هذا يضعف المفاصل عندك تكون معرض بشكل سهل واحنا لاحظ اغلب لاعبين الكويت كله رباط انكل رباط انكل نعم طيب انا بروح الفاصل بس قبل الفاصل انا مقترض من زمان صراحه انوه لي يعني مشروع وجهد اخوي العزيز زيد السربل رجل رياضي اعلامي غني عن التعريف واعتقد الاعلاميين يعرفون هذا الرجل الاخ زيد هو كان نائب رئيس تحرير الاخبار المحليه في كونا سابقا عضو في اتحاد اعتقد المبارزه عضو في اتحاد الجمباز يعني رجل من اسره رياضيه ما في شك لاعب كان كره قدم لاعب نعم فالاخ زيد عامل يعني مشروع مسميه نبض المونديال ويدعم من خلاله مونديال قطر 2022 يعني المشروع هذا يضم تقريبا اكثر من 350 صحفي واعلامي ورياضي ويحاول ان من خلال هذا المشروع انه يدعم اقامه وتنظيم مونديال قطر 2022 في هناك يعني ورش عمل في هناك رسائل في هناك جهد جبار قاعد يقوم فيه الأخ زيد مع بالتعاون مع الأخوان اللي معاه القائمين على نبض مونديال قطر 2022 فهذا واجبنا اليوم أن نشيد بعمل أخوي زيد السربل أشيد بالصفحة اللي حاطها في تويتر في الوسائل التواصل أشيد في تواصله مع نجوم عرب نجوم الخليج نجوم عالميين فالله يعطيك العافية أخوي زيد وإحنا في برنامج الديربي داعمين لك لهذا المشروع بالتأكيد وداعمين تنظيم قطر للمونديال 2022 وأختم بالجملة اللي يمكن ذكروها وشفت فيديوهاتها اللي وصلت لي منك يا أخوي زيد وذكروها جميع النجوم كلنا نبض مونديال قطر 2022 أروح لفاصل صباحكم الله بالخير قبل أروح لتصريح الشيخ أحمد اليوسف بعد نهاية الموسم اللي صرح فيه لبرنامج الديربي خلاص أشكر أخوي سليمان محمد الرميح دازنا على الخاص يقول السلام عليكم يا آل برنامج الديربي الرائعين بمناسبة قرب انتهاء الموسم الرياضي أقدم لكم جميعا دعوة لاجتماع عاجل عندنا بمحافظة الرس بالقصيم للتوصل إلى هدنة ومصالحة مؤقتة بين عبد العزيز عطية والأساتذة
نواف الخالدي ومبارك الدوسري وربعهم على قولة أخونا العطية. هدنا ومصالحة بس حتى نهاية حتى بداية الموسم القادم. والله يحييكم مع قرب واكير البلح القصيمي وبالذات السكري والبرحي الأصفر. بلح أزرق ماكو. قولوا تم. والله يحييكم وأهل الكويت كلهم عيون لكم فراش وعيون وغطاء. أول شيء والله أخو سليمان خلي يعرفون الكرم البدوي، خلي يعرفون البدو الكرم القصيبي. لا البدو أول شيء بشكل عام وكرم أهل البدو و أخلاق أهل البدو وطيبة أهل البدو، والرسالة واضحة والرسالة واصلة إن شاء الله. عموما أهم شيء إنه ما في بلح أزرق، هذه أهم نقطة. النقطة الثالثة والله أنا أتشرف بس إني أقعد مع ربع مبارك والهلالية، لا رجاء فكني من الموضوع، أنا أقعد بروحي أنا وياك. أنت ما أدري عاد هلالي نصراوي، أنا وياك أقول لك أشكال ما يبغى نصراوي، أنا نصراوي خلاص. يبغى إيش حقه تعزم الهلالي؟ أعزم النصراوية، يمعة حلوة، قعدة حلوة، نسولف، نطقطق شوية على ربع مبارك الدوسري، وناكل من البلح الأصفر. هو يبي الهدنة الفترة هذه لأن خلص الموسم. لا لا ما نبي مع بداية الموسم تنتهي الهدنة، ووضح لك مع بداية الموسم خلت تنتهي الهدنة. ما نبي هدنة يبا ما نبي هدنة، وبنظل نطقطق على مبارك الدوسري وربعه ونواف الخالدي إن شاء الله على طول. مشكور يا أخوي رميحة، جزاك الله خير وكثر الله خيرك. خلو حق التصريح اللي أدلى به الشيخ أحمد اليوسف لبرنامج الديربي، وفي بعض النقاط راح نناقشها مع ضيوفنا وأيضا مشاهدينا إذا عندهم أي تعليق أو تعقيب على تصريح بوتركي. رب لك الحمد، أشكر جميع العاملين في الاتحاد ولجنة المسابقات ولجنة الحكام على جهودهم اللي إن شاء الله الحمد لله انتهى هذا الموسم على خير. ونعتقد هذا يعني من أقوى المواسم مثل ما قلت أنت بالنسبة لدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى. كل التوفيق لجميع الأندية، وإن شاء الله نتمنى أن الموسم القادم يكون موسم أقوى، موسم أفضل، تنتهي جائحة كورونا وتعود الجماهير إلى أرضية الملاعب أو إلى مدرجات الملاعب في الموسم القادم إن شاء الله. في نية لحضور الجماهير الموسم القادم إن شاء الله؟ والله العظيم يعني أنا قاعد أسعى يوميا، كان بودي أن تكون مباراة الختام فيها جماهير. مباراة اليوم حاليا في ترتيب، ولكن لم نأخذ وعد 100% بالنسبة للتصفيات اللي راح تكون إن شاء الله في 3-6 أمام أستراليا والصين تايبي والأردن. في تنسيق إن شاء الله أن تبدي دخول يبدي دخول الجماهير في هذه التصفيات، ومن ثم إن شاء الله في الموسم القادم تفتح أبواب ملاعبنا لجماهيرنا الحبيبة الوفية إن شاء الله. شيخ، تعين السويسري مايك بوسلر كمدير فني للحكام، الخطوة هذه حدثنا عن الخطوة. هذه الخطوة صار لنا نشتغل عليها أكثر من 6 شهور، ولكن هو يعني كان هناك عراقيل بوصوله إلى الكويت في بداية الموسم بسبب جائحة كورونا، ولكن إن شاء الله هذا شخصية مرموقة عالمية معروف مزكى من الاتحاد الدولي، عمل في أماكن كثيرة، وإن شاء الله راح يكون داعم، راح يكون ركيزة أساسية لتطوير التحكيم ومستوى التحكيم بالكويت، وراح يعني يوكل له جميع المهام بإذن الله. الموسم القادم درجتين ولا دمج؟ ما راح يتغير موسم درجتين، والدرجة الأولى والممتازة مستمر في نفس النظام بإذن الله. هناك مساعي أن ينضم بالتنسيق مع الأخوان في الهيئة العامة لشباب الرياضة، بأن ينضم اتحاد الشرطة واتحاد الحرس الوطني أو نادي الحرس الوطني والجيش والشرطة إلى مسابقات الدوري الدرجة الأولى. مساعي من قبل الأخوان في الهيئة العامة لشباب الرياضة، راح تتضح الصورة إن شاء الله يعني خلال الشهر القادم.
في هذه الحالة راح يكون دوري الممتاز من 10 أندية ودوري الدرجة الأولى يصير 8 أندية إن شاء الله. إن شاء الله. أبو تركي، في كتاب رسمي بين 4 محترفين الموسم القادم، لكن في بعض الأندية تريد أن يستمر 5 محترفين الموسم القادم. شوف، احنا هذا قرار اتخذ وانتهينا منه. ان شاء الله الموسم القادم راح يكون 4 محترفين، لان يعني 5 محترفين هي تجربه كانت وطلب من الانديه، والانديه متى ما تطلب يعني الاتحاد هو بالمقام الاول والاخير وصاحب القرار. احنا شفنا ان شيل حارس المرمى، اذا تكلم عن 5 محترفين معناته 50% لاعبين غير كويتيين و50% بس كويتيين. فأعتقد الأربعة راح يكون يعني هو القرار الأفضل لأنديتنا ولتطوير مستوى الأندية بإذن الله، والأفضل للمنتخب إن شاء الله. تركي، آخر سؤال، مدرب المنتخب كراسكو اكتفى بمباراة واحدة بالمعسكر علشان اللاعبين ورهاق عليهم، لكن رفض لانضمام لاعبين نادي الكويت الرباعي مع الأندية مع نادي الكويت بالبطولة الآسيوية، راح يلعبون بأسبوع 3 مباريات، هذا ايضا راح يسبب ارهاق. شوف، القرار في المقام الاول والاخير كله عند المدرب، المدرب هو عمل تنسيق فيما بينه وبين المساعد ماله او المدرب المنتخب الاولمبي اللي هو مستعينين فيه نادي الكويت. فهو يعني هذه خطته. موضوع مباراه او ثنتين كان المفروض ان تكون اكو مباراه ثانيه مع منتخب اوزبكستان، ولكن المدرب يعني ما حب يلعب مع مباراة منتخب من الأوائل عن قارة آسيا، اكتفى في مباراة أمام المنتخب الماليزي. إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق بإذن الله. شكرا أخوي فواز. خلأ أشكر بالتأكيد الشيخ أحمد اليوسف على أيضا تخصيصه وقت، يعني رغم انشغاله بعد نهاية التتويج، لكن لبى الدعوة وأجرى هاللقاء السريع، فمشكور يا أبو تركي، كثر الله خيرك، الله يعطيك العافية. عدة نقاط مهمة تطرق لها أبو تركي راح أناقشها مع الأخوان وأيضا نتداولها. النقطة الأولى تطرق إلى موضوع مدير إدارة الحكام. أنا شدني يعني أو شدتني جزئية لما قال ستو كلل المهام كلها، هذا الأمر اللي احنا لما تطرقنا للخبر بمشاري أمس أو أول أمس قلنا أهم شيء إنه مو بس يعطي محاضرات ولا والله يقيم حكامه بس. والله أنا أشك، هل أنت بالعقد، احنا بنشوف بنود العقد، هل راح تعطي صلاحيات كاملة ولا بس إنه راح تبين بعد هذا كلام بتركي؟ لا لا، ليش تبي العقد؟ لا كلام بتركي مو ثقة، مو أنت لا مو أنت الرجل، مو الرجل اللي جاي لك، مو لازم في بنود عشان يشتغل فيها. أنا واحد أشك ان هذا السويسري انا اشك انه راح ياخذ الصلاحيات الكامله مهما يكون. احنا عارفين ربعنا شلون تدخلات وشلون الامور هذه. لجنه الحكام اذا ما توفر لهم مقر لحالهم بعيد عن الاتحاد، انا اقول بعيد عن الاتحاد، لجنه خاصه لهم بروحهم، ما حد دخل معاهم، ما لا يوجد، لا تحط معاهم اعضاء من الاتحاد باللجان مالت الحكام، ابعد عنهم وحط السويسري بروحه قاعد كذا. اي اي اعزلهم، اعزل الحكام، لجنه خاصه بروح الحكام، قراراتها هم هم اسياد القرار. اما انت بتحطهم وتجيب ضغوط شمال ويم، احنا عارفين البيروقراطة، عارفين تدخلات الانديه، والانديه ايدها اقوى من الاتحاد، وانا اجزم الانديه ايدها اقوى من الاتحاد. اذا انت يمكن تقدر على 10 انديه، في 5 انديه انت يمكن ما تجي صوبها. ما يبغى مشاري، ما يعني ما يعني كلام أبو تركي واضح. ستوكل لك المهام، وضع الحكام، عدم التدخل الحكام، نضمن ان عدم تدخل في عمل هذا الرجل هذا على شخصيته، على شخصيته مو هذه نقطه مهمه بعد، انا على شخصيته. مو انت الرجل اللي تجيبه يدير لك، انت وفر له الامكانيات كامله وخله يشتغل. ما احتمال الرجل يقول لك انت ما وفرت لي بالاخير، احنا نسمع بيقول لك انت وافقوه بمشاري، ما يصير. لا لا لا، انت الحين توافق بمشاري، انت الحين توافق، انا وافقت الحين، ما ادري شنو اكيد بتعطيني، يعني اعطيتك شروطي، اعطيتك انا اعطيتك لحظه، انت قلت اوكي انا اعطيتك شروطي. اي بس بارض الواقع، بارض إيه شاف ارض الواقع، ايش قاعد نقول احنا بارض الواقع؟ هل هذا كان موجود الشروط اللي تقول عنها؟ عفوا بنفس الوقت بالاخير راح نقول هذا يقول لك
الرجال قاعد ينزل راتب وكذا بيكمل بيستفيد. لا بس المشاهد بس عفوا شنو نوع التدخلات اللي انت تقول عنها؟ شنو نوع يعني انت وضح حق المشاهدين شنو نوع التدخلات اللي انت قاعد تعيدها؟ ابعد ابعد نوع انت خليك ابعد نوع التدخلات في تدخلات الانديه انا تدخلات الانديه جماعه لها دور يعني انا وهذه احصائيه ان شاء الله عملها فريق عمل برنامج الديربي وهذه ملاحظه لابو عثمان رئيس لجنه الحكام وان شاء الله حتى اذا يضطر يبينا نترجمها راح اترجمها له واخليها حق السويسري. الاحصائيه في 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 انديه راح تصدم الاحصائيه في حكم يا رجل نخبه يعني افضل حكم من ضمن حكام النخبه في اسيا. تخيل مو محكم حق نادي مو محكم له نخبه حكم نخبه مساعد مو محكم ولا مباراه ما ادري مباراه واحده حق نادي. يعني انت اليوم شنو نوع التدخل؟ هذا التدخل نادي ما يبيها الحكم نادي ما يبيها الحكم وراح اوريك بالارقام هذا كم حكم مباراه وهذا كم حكم مباراه وهذا كم حكم مباراه. لا تقول لي صدفه انا ما في لجنه تحط حكام موجوده ما في لجنه تحط حكام صدفه ما في صدفه اكيد في شيء حسبه اكيد في هو ما في صدفه بس عزيز في شيء ثاني من 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 ايامنا حتى من قبلنا كان في بعض الانديه واغلب الانديه لما تصير مشكله بينه وبين حكم معين تبعث كتاب الى النادي الى الاتحاد عفوا ما يمشي لا كان يمشي قبل لا حتى لا مو مشروط لا 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 مو مشروط كان يبعث كتاب انا يبا انا كان مشروط يعني ابو موسى مو مشروط كان يطلع ويانا الدواس الله يذكره بالخير كان يطلع ويانا ابو سلام الله يرحمه البكر سعود كانوا يطلعون ويانا مشعل الفوديري هو كان يقول مستحيل ذاك الفريق يعني مو مشروط لا مو مشروط مسعود مسعود انا اشوف انا ترى مع هالخطوه انا دائما اقول لا يعني ما بالمهام الكثيره ابي يكون رئيس اللجنه بعد عن الاحراجات نفس ما قال ابو مشاري تدخلات الانديه له شخصيته يقدر يحط مهام كثيره يقدر يتحكم يحط حكام النخبه اللي يحتاجها انا مع هالخطوه هذه بس ترى حتى بقطر حكم محترف مو حكم صح ناجي جويني معروف مدير الاداره هذا افضل شيء بس على الاحراجات انا بالعكس هذه أيضاً ايجابيه بس ما نبي بس مهام. بس شو اي لا شوف عطى صلاحيه كامله هذا الوعد اللي وعدنا اياه ابو تركي الان راح يعطى كل مهام ابو احمد الامر يا ابو سعيد يا كثر يا اخي ليش متشائم؟ مو متشائم ما صار شيء للحين احنا اكثر ناس سمعنا وعود نبي شيء على الواقع خليه يوصل خليه يشوف احنا لا نتكلم انا اتكلم بالعام انا بتكلم بالعام يبين اسهل شيء اني اطلع بالشاشه واقول وعود وامال وبالاخير ينتهي الموسم ما نشوف ولا شيء من هالوعود وبنفس الوقت في مبرر والله الظروف ما خدمتنا الامور اللي احنا نسمعها موسميه متكرره من كذي احنا لما نقول كرياضيين غير متفائلين لا تلومونهم طيب هم يبون شيء على الواقع طيب ابو احمد ايش رايك؟ انا بالعكس ايد الخطوه هذه بس عندي يعني رساله حق الاتحاد اللجنه هذه هو يترأسها ما في اي عضو من مجلس اداره يكون موجود يعني هو يترأس الجلسه لجنه الحكام ومع اصطاف الحكام مثل ما قال بوشاري يبتعدون طبعا ما في مغر حقهم انه برا الاتحاد بس لا حد دخل بعملهم ويكون هو اللي يحط الحكام ويعطيهم دورات ويقيم الحكام بعد كل مباراه يعاقب يكافئ كامل نعم صحيح واتمنى انه ما يحطوه مع اي عضو من الاتحاد يبعدون الاعضاء من الاتحاد من اللجنه هذه لان هذه اللجنه حساسه مثل ما قلت عشان لا يقولوا والله نادي الفلاني في حكام مع النادي الفلاني ما يبي هذا وبعدين بالنسبة لموضوع الحكام إن أنا كنادي أبعث كتاب هذا مو شرط يعني أنا كيف كاتحاد أحط الحكم ما أحطه ما في شيء رسمي والله إذا كل النادي بيبعث كتاب والله أنا ما أبي الحكم هذا من بيحكم فأنا بالعكس أنا مع الخطوة هذه وبالعكس إحنا ما نبي نتكلم الحين نبي نتفائل أبو عزيز نتفائل ونشوف بعدين نحاسبه إن شاء الله يبين يعني بعدين راح نتكلم إحنا إذا ما وفروا له كل شيء وتدخلوا بعمله راح يبين يعني بقى طيب. واتمنى ان شاء الله الامور تكون طيب زي. النقطه الثانيه ايضا اللي تطرق لها ابو تركي وهذه اتمنى ايضا يعني مثل ما قال خلاص هذا قرار نهائي موضوع الاربع محترفين مش عارف يعني سمعنا انه قالوا لا في انديه راح تصر على خمس محترفين لكن كلام ابو تركي اليوم واضح يعني هو ابو تركي هو سيد القرار الانديه تقول اللي عندها وتدلو دلوها يعني وتقول ارائها بس بالاخير انت صاحب القرار انت اللي تشوف المنظومه كره القدم ليه قدام انت اللي تشوفه ابو تركي انا انت كرئيس اتحاد انت صاحب القرار الانديه من حقها تدز تقول لك نبي خمسه نبي سته هذا القرار بالاخير يرجع يعني لك في تعاون يعني في تعاون مع الانديه لا انا عندي خط وامشي عليه اوكي الانديه تقول رايها بس رايها مو ملزم
صح. انا واحد من الناس اشوف الاربعه حق اللي الفرق اللي عندها بطولات خارجيه مثل الاسويه، ثلاثه زائد لاعب اسوي يعني مقنعه، يعني الاربعه مقنعه. طيب انت ايش رايك ابو علي؟ تتوقع راح يصمدون على القرار اربع محترفين؟ والله شوف ان شاء الله ان شاء الله يعني يصمدون، لكن هو القرار للاعب الكويتي افضل، وان كان بعد ثلاثه افضل وافضل امانه. يعني حتى انت ما زال يعني اربع محترفين بلس الجولتشي، يعني انت تتكلم عن خمسه، يعني انت هم حاط بنفس المعادله، وهو قال يعني حتى الحين انت خمس لاعبين كويتيين او ست لاعبين كويتيين راح يكونوا بالملعب، فاعتقد هو الافضل حق حق منتخبنا انه يكون ثلاث محترفين، ويمكن هذا الشيء يعطي فرصه اكبر للاعب الكويتي انه يشارك. احنا هالسنه ترى ما شاهدنا لاعبين كويتيين برزوا بشكل كبير امانه وطلعوا، يعني اللهم يمكن العربي يعني بندر سلامه، اشكناني، عمار بلوشي، يعني يمكن العربي يعني ما شاء الله تبارك الرحمن هالسنه العربي يمكن هو اكثر نادي اللي طلعوا عنده لاعبين بارزين بشكل كبير، لاعبين صغار. باقي الانديه ما اعتمدوا بشكل كبير على المحترفين، فانا اعتقد كل ما قل عدد المحترفين يكون افضل اللاعب الكويتي. انت ايش رايك بحمد؟ ابو سعود هو قال 50% عن اللاعبين. نعم. لا انا اقول له مو 50%، انت رئيس الاتحاد المفروض تعرف خمس محترفين وعندك الحين اثنين غير كويتيين. إيه. لا انا حسب الكويتيين ان بامكانهم كانوا يعني كان في وعد انه بيلعبون مع المنتخب، انا ماني عارف شو اللي صار على الموضوع. تقريبا 80% مع الحارس، فاتمنى انت كرئيس اتحاد الحين انت على راس الهرم، انت هل تبي تطور مستوى المنتخب؟ تبي لاعبين يكونوا جاهزين؟ فاتمنى ان يغلون من المحترفين، يعني ثلاثه وواحد اسيوي اوكي، بس انا اقول لك شيء وراح تشوف قدام، ما راح يوافقون راح يتمون على الخمسه. لا لا يعني قصدك تصريحه ما راح يطبق؟ لا لا ان شاء الله كلمه بوتركي واضحه، ما يخالف. اتمنى والله ما يصير واحد يقول كلام ليش قال كذي احمد؟ كان والله مثلا ليش قال كذي؟ في توجه واحنا نبي ليش قال كذي؟ كان قال في كذي في انديه قايلها ادري قال احنا السؤال واضح تدري ايش قال في انديه؟ قال احنا كلام بوتركي واضح مع الانديه صحيح قال احنا عندنا لكن احنا اصحاب القرار وراح نصر على الاربعه. اتمنى دازين كتبوا مع حق الانديه من قبل شهرين ثلاثه ان الموسم الجاي اربعه. اتمنى يصير على الاربعه، وانا اقول لك ما راح يصير الاربعه، وفي انديه من الحين متحركه انه على الخمسه. شوف ابو احمد، انت قلت يمكن او اصريت على هالكلام انه ما راح يصير شيء، لان سمعت لقاء بوتركي لما قال انه تعاون مع الانديه، يعني القرار مو بيدي، متى ما تعاونوا الانديه يكون القرار لهم، عشان كذا انت يمكن كلام غير صحيح. انا سمعته. ايه عشان كذا انت انا اتعاون مع غير شيء. انا اتعاون مع الانديه، بس انا كاتحاد انا صاحب القرار لك طبعا، اشوف طبعاً شنو مصلحه المنتخب، عرفت؟ لا ما قال شوف هو ابو احمد، خلينا نكون منصفين، هو بالنهايه في اجتماع في جمعيه عموميه بس إيه. تحدد تسمع وتاخذ راي، بس بالنهايه غير حق الاتحاد. لا إيه؟ لا بالنهايه القرار جمعيه العموميه. لا 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 ابو احمد ابو احمد لا انا فاهمك مسعود. لا لا بالنهايه قرار جمعيه عموميه مسعود، بس شلون يصير قرار جمعيه عموميه؟ بموافقه الاعضاء، يعني ايام الشيخ طلال مثلا ايام الجمعيه العموميه تقول رايها، بس بالاخير الاتحاد هو اللي قرر بالصح والغلط. قرار بالاتحاد. احمد يوسف قال، بوتركي قال بالنهايه القرار حق الاتحاد. لا انت ما فهمت قصد مسعود، قصد مسعود ان الاعضاء الموجودين من الاتحاد يتبعون الانديه هذه، فما راح يقول لك الاتحاد سوينا تصويت احنا رافضين اعضاء الاتحاد بناء على رغبه الانديه. خبط اي شيء. فانا شنو قاعد اقول لك؟ هو بالنهايه يعني سياسة الإدارة رأس الهرم، والله الشيخ طلال مثلا كانت بباله فكرة أنه أربع محترفين أو محترفين اثنين أو ثلاثة، يصير الاتفاق مع الأعضاء صح، أنه والله كلنا اتفق يا جماعة ها ثلاثة ثلاثة أوكي، حتى لو يصير تصويت كلهم متفقين على ثلاثة. فاليوم أنت اليوم بوتركي يقول كان القرار عندي، هو يبي أربعة، سوى تصويت باكر قالوا لا ما نبي أربعة، شنو بيكون القرار؟ أنا الرسالة بيكون خمسة. بسعودان رسالة حق الأندية، مع الأسف في بعض الانديه يشوفون مصلحه انديتهم على مصلحه المنتخب. كل انديه لا، كل انديه تشوف مصلحتها، بعدين المرحله الثانيه تشوف مصلحه الاهلي. طبيعي مشارك طبيعي ترى هذا وبجميع دول العالم. انا معك مشارك. كل نادي يشوف مصلحته رقم واحد. لحظه جميع دول العالم.
جميع دول العالم. غلط كلامك. النادي يشوف مصلحته رغم اثنين مصلحة المنتخب. خلينا نكون واقعيين. ليبا ما في قبل هناك الاندية الاتحادات الدولية في ترشح من الاندية. هو بالاخير قرار الاتحاد. بس طيب بس احمد طيب. شوف. طيب. خلا اروح الموضوع الاخير بس. بس احمد شوف لو نلاحظ الحين انا يمكن اتفق مع الجزئية مع ابو مشاهد لما يقول لك فعلا كل دول العالم والدليل احنا خلينا نشوف المنتخب السعودي وصلوا 8 محترفين ما انظروا حق مصلحة المنتخب. انظروا حق مصلحة الاندية ويبي يرفع ويقوي الدوري قطر دوري ممتاز كم فريق عندهم؟ ما ادري والله الصراحة 16 فريق والدوري الدرجة الأولى كم فريق؟ عندهم عدد كبير متى ما قوى دوريك راح يتقوى مع المنتخب اساسا بس قوى دوريك مو بعدد المحترفين احنا عندنا محترفين سيئين ما يفيدون لاعبين يعني لا ما يستفيد منهم اليوم انت اليوم انت هل عدد المحترفين اللي عندك الخمسة كل نادي خمسته زينين؟ ترى على فكرة على فكرة ابو لهيب ترى اغلبيه دول العالم الانديه اقوى من المنتخبات لا ما احنا لا لا واحنا قاعدين نشوف ما في اوروبا الحش لا لا شلون شوف شوف لحظه شوف مستوى مستوى الدوري هو غلط مستوى اضرب لك دليل الدوري الانجليزي منتخب ما في بس فرق تاخذ كاس اوروبا ودوري نار هو اهم شيء التسويق حاليا الرياضه رقم واحد تسويق ايش كثر تطلع طيب خلاص اروح اخر نقطه عشان بروح ثانيه اخر نقطه موضوع ان الدوري الموسم الجاي رسمي أربعة. درجتين رسمي يعني ما في دم ان شاء الله بس قال في توجه لثلاث انديه ان احتمال يدخلون الحرس. وهذا الحكي كنا نسمعه من زمان من الانديه الحرس والجيش والشرطه اكيد رسم الحين لا ويقول في توجه في تخاطب مع الهيئه قال راح يكونون بالدرجه الثانيه من زمان نسمع شوف الثلاث مؤسسات هذيل طالبين تعامل لاعبهم الاحتراف تعطيهم نفس الدعم ويبون ميزانيات نفس الشيء وبعدين في لاعبين انديه هل انديتهم تخليهم يروحون يعني ها ولا بسعود ترى صعب تصير شوف احنا ودنا تصير بالعكس عشان تزيد الانديه عندك وزيد ايضا المستوى ونضيف عليهم ترى حتى البنوك ترى في دوري بنوك يشاركون يلعبون بس بسعود انه ما راح يصير ان هم الوزاره تقول لك انا عندي لاعبين اساسا نعم. بالدفاع اخذهم عندي ولا تمون بنديتهم فيبي لها دراسه ما لها شيء عادي يعني ما خل شوف هذه النقطه هذا طبعا هو فيه مخاطبات وفي قاعده وفيها هيكله راح تنخط انت لابد ان حتى عشان انت او عشان اوافق لك كحرس وطني مثلا عشان تشارك لازم تعرف ان لاعبينك او موظفينك اللي بحرس وطني يعملون بالانديه هذول يتمون بالانديه انت ما لك شغل فيهم عرفت انت تكون فريق من عندك من داخل الحرس الوطني تكون فريق تشارك لكن هي كفكره راتبة وراتبة هي كفكره ما لها شغل مو لها دراسه لا ما خالص هي كفكره الموسم يعني انا كان ولد صالح موجودين هي بس كفكره شوف يعني كفكره هذه مفروض نتمنى ونطالب فيها اليوم انت الدوري المصري على سبيل المثال دشوا فيه الشرطه العسكريه دشوا فيه حرس الحدود دشوا فيه مؤسسات كثيره وشركات وزارات البترول نعم رفع مستوى الدوري اليوم انت اليوم هذا وجود الثلاث فرق بما تفضلت فيهم حتى البنوك يعني هذا راح يرفع وفي سنه من السنين ترى شاركوا مجمع الوزارات تذكرون عفوا منتخب الوزارات شاركوا في كاس الشهيد في بدايه بعد الغزو صحيح فاليوم هذا مطلب صراحه راح يرفع المستوى يزيد عدد الأندية بس هذا القرار مو بيد الاتحاد اكيد هذا اول شيء قرار دولة وانا يعني شايف اليوم متشائم وايد انت لا اشوفها صعبه انه هو لان هذه الكلمه هو قالها صعبة اكثر من اربع مواسم خمس مواسم احنا نسمعها عرفت هذا قرار دولة صعبه انا واحد من الناس اشوفها صعبه اتجه الى الأندية يعني في أندية مثل اكاديميات الحين مثل القرين اذا ليش تشتغل على الاكاديميات بحيث ان في اكاديميه حق فيها كبار تاسسنا من القرين نعم. ليش ما تدخل ليش ما يعمل فريق كره قدم ليش ما تدعمه وتعمل فريق كره قدم حاله حال مثلا برجاء تلزمه هذا ملعب ما في ملعب لا عنده والله ملعب عنده لا تلزمه لا تلزم ما كان عنده برجاء ما كان عنده ملعب لا 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 برجاء اول ما ولا واحد عنده نادي لا لا راح دبروا الملعب نادي القرين عنده ملعب وين عنده ملعب انا ماخذ مال الشباب كنا مال الشباب برقان 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 الشباب لا لا بالعدانه عنده منشاه يعني مركز مركز هذا مركز لا لا ماخذ مركز شباب مركز شباب عنده ملعب إيه مركز شباب مركز شباب مو ملعب لا النادي صار له الحين مركز شباب في صاله وفي اداره وفي ملعب صغير في صاله سله وسكواش وفي ملعب غدا بس ليش ما يلزم نادي القرين ليش ما يلزمه المفروض الهيئه نادي دور الهيئه 16 نادي معود ارحم دور الهيئه اخذ اتصالي على السريع بس قبل الفاصل تاخرت على الفاصل وخل اشوفكم مشاهدينا ناصر صبحك الله بالخير مرحبا يا مرحبتين صباح النور يا حياك الله اول شيء احبكم بالله كلكم تحبك العافيه
بما اني كويتاوي الموجودين كلهم على العين والراس وابو عائشه بعد. نبدا باخر شيء طبعا الشيخ ابو تركي عزيز وغالي ونعم ويعلم الله ما ننتقد الا المصلحه، لكن اتمنى ان ما حقق شيء من اللي قاله. خلك من الحرس الوطني والجيش والدفاع، اذا ما حقق اربع محترفين نعم، وان الحكم اللي جايبينه مبلغ غالي يستلم التحكيم كله كامل على نعم. قالوا الاخوان لجنه لحالها ما لها شغل بالاتحاد ونادي الكويت، نبي نعرف الخلل. المدرب هذا لحد الحين ما صار له ظروف وراح لديرته، خلي يصير ظرف يرد لديرته، جيبوا لنا مدرب قوي شخصيه يا اخوان. يعني والله في لاعبين هم اليوم سبب الخساره. وتحياتي لك والجميع. مشكور مشكور يا اخوي. اخذ اخوي عباس، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير اخوي عزيز. يا حياك الله. وصبح على الحضور جميعا. حياك الله. اول شيء مبارك فوز العربي بالدوري. يستاهلون. الله يسلمك. وبالنسبه حق العربي اجتهد والله وفقهم واخذ الدوري. خلص دشينا بس انا عندي بس نعم. خلص خلص الفوز. ان شاء الله الموسم الجاي ناخذ الدوري، بس انا عندي بس تعليق. تفضل. على اخوي ابو عبد الله علي مندني. تفضل. يعني في نظري انا سمعت لقاءه ما كان له داعي انه مثلا يتكلم على اللجنه اللي اختارت عبد الهادي السنوسي. نعم. وخذا يعني مثل ما تقول ضيع تعب ومجهود اللجنه، وانا متاكد وعرف اللجنه مكونه من احمد موسى سمير عبد الرؤوف عبد القدوس وسام حسين، وهما اجتهدوا واختاروا عبد الهادي السنوسي، وما له كان داعي انه يتكلم بهالوقت الحين فرحه الجمهور العرباوي يضيع تعب هذه اللجنه اللي اختارت هذا اللاعب بس. ويعطيكم العافيه. مشكور مشكور مشكور. تفضل. بس برد على كلام الاخ، لان بالفعل بس انا استغربت من 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 كلام اخوي الكبير ابو عبد الله، خصوصا عن الموضوع السنوسي، لان الوقت هذا اللي كان فيه اللجنه انا متواجد بجوينه ترى عند احمد، وكنت اقعد اشوفهم باجتماعاتهم بشكل واختياراتهم بسعود، فاستغربت. وخصوصا الوقت نفس ما قال اخوي عباس، الوقت مو مناسب ان انت تتكلم، يعني يفترض انك انت تشكر اللجنه اللي هي قامت على اختيار السنوسي، وحاليا السنوسي من افضل المحترفين. لا بس ترى لما تكلم بناء يعني على 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 سؤالي يعني ما صحيح. انا سالت السنوسي، كان سؤال موجه للسنوسي، ما يدري السنوسي وهو رد على الموضوع. لا كان سؤال محترف، كان السؤال نادي مو اللجنه، عشان البعض يعني عشان حتى اخوي عباس تكون الصوره واضحه عنده، يعني مو ابو عبد الله والله من نفسه يا فتح الموضوع او تطرق الموضوع او دخل الموضوع من كيفه، يعني كان بناء على سؤال للسنوسي انه في ملاحظات، البعض يقول والله كان قرار غير موفق من اللجنة بالتوقيع معاك، لما مستواك ينزل كان البعض ينتقدك وينتقد اللجنة اللي اختاروك، ولما مستواك يصعد يشيدون. أنا ليش تكلم؟ فهني دخل ابو عبد الله تكلم، لأن أنا قاعد أشوف بعيني، أنا قاعد أشوف بعيني يعني يوميا قاعد أشوف يجتمعون واختيارات ولاعبين وكذي، عشان كذي استغربت من شوف شوف للأمانة يعني أمانة أنا ما أبغى ترد يعني ما أبغى الموضوع ينفتح، يمكن أنا ذاك يوم لما كان أخوي عبد الله موجود دخلت يعني من داخله، واليوم ما كنت في صدد ان 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 ارد، لان مثل ما قال الاخوان مثل ما قال ابو عزيز والمتصل كمان المتصل هو فتح الموضوع يعني احنا اليوم نعيش فرحه العربي بعد هالعمر وهالسنين، وكل الاخوان مشكورين يعني لهم دور في هذه الفرحه، حتى الجمهور كان له دور في المؤازره. لكن شوف كلام ابو عبد الله صحيح، ابو عبد الله ترى ما غلط بكلامه 100%، كلام ابو عبد الله صحيح. هو عزيز الياب السنوسي، لكن عزيز الياب السنوسي ماديا وليس اختيار، يمكن هذه النقطة الجزئية أبو عبد الله فاتته، يمكن هو ما كان موجود وقتها أو يمكن ما أدري غابت عن أن إحنا عزيز فعلا عزيز هو تكفل في جلب السنوسي، ومو بس السنوسي، عزيز متكفل في كل الأمور المادية في النادي وبروحه، ما حد قاعد يعينه ولا حد قاعد يدعمه ولا حد قاعد يدفع معه، عزيز الوحده وهو اللي قاعد يدفع الأمور المادية في النادي العربي، وهذا لا يخفى على الجميع. لكن أمور الاختيار كانت من اختصاصات اللجنه، السنوسي الهادي اللجنه اختارته وليس عزيز. يمكن انا عتبي على ابو عبد الله لما قال اللجنه كان هو قال هالجزئيه في كلامه، اللجنه رافضه وعزيز اللي اصر. لا يا ابو عبد الله كلامك مو صحيح، اللجنه ما كانت رافضه، بالعكس
اللجنة إيه ما إن اختارت السنوسي، واللجنة إيه اللي أصرت على السنوسي. وكان الدليل على كلامي أيضا يا عزيز، وأنت إحنا كنا نعيش هالسنتين خلال البرنامج، كانوا في انتقادات كثيرة على اللجنة، ويوم ما كان الفريق في البداية بمساواة المتذبذب أعتقد الكل كان يتذمر من اللجنة والكل كان ينتقد اللجنة. واليوم لما خذينا الدوري صار اللجنة ما لها شغل واللجنة ما اختارت. فهذا عتبي على أخوي أبو عبد الله، يعني أبو عبد الله يعني كنت أتمنى إنه يقول لا والله اللجنة هي اللي اختارته، وكان يدري وهو أبو عبد الله عنده علم إن اللجنة هي اللي مختارة السنوسي. وتفاجأت بكلامه أمانة لما قال اللجنة هي رافضة. لا اللجنة مو رافضة، لكن هو فعلا جزئيته لأن عزيز اللي اختار اللاعب، وحتى السنوسي أنا ما بيظلم الولد فعلا اللي تواصل مع السنوسي الهادي هو فعلا عزيز، لأن هذا كان الاتفاق بيننا وبين عزيز، قال لنا بالحلف راح أنتوا اختاروا اللاعب وأنا خلوه أمور المادية والتواصل معي أنا. طيب. فيعني عتبي على أخوي أبو عبد الله إنه كلامه غير سليم، فاتتها الجزئية إن إحنا اللجنة كان لها دور في اختيار السنوسي، وبعدين ترى السنوسي وغير السنوسي الله يوفقه وهو غيره يعني عرفت. نعم. بس لا نظلم اللجنة، أسامة حسين تعب وضيع من وقته ومجهوده، سمير عبد الرؤوف، خالد عبد القدوس، أحمد موسى كلهم ترى يعني في أشهر طويلة يعني. تعبنا، توفقنا ما توفقنا هذا موضوع ثاني، لكن تعبنا فكان وما يبحنا. وشوف احنا ما لنا اي يعني خل يمكن هو ما يبي يدخلنا في الانجاز، يبحنا ما لنا دور بالانجاز هذا، تعبكم انت واحمد النجار والحائري عبد الله واللاعبين والجهاز والاداره، ما لنا شغل بانجازكم، عليكم بالف عافيه. بس لا تظلم اللجنه في يوم من الايام اشتغلت. شوف كل شخص حتى اللي يتصلون العربويه تطوع يا احمد، هذيل ساهموا بالانجاز، الناس اللي كانت تتابعك بالتلفزيون هذيل ساهموا بالانجاز، لا تبخص حق ولا شخص، لا وإن كان يشجعك من وراء التلفزيون هذا أيضا شارك في الإنجاز معاك يا أبو عبد الله. حتى أنا وردي على في شخص، بس هم أبو عايشة ترى هم أبو عبد الله أول ما بدأ قال هذا يعني الفوز بطل اللاعبين، بطل مجلس إدارة، بطل يعني أبو عبد الله ما قال لي بطل إيه. بس أنا شوف أنا ردي في شخص يعني أمانة أوجهها تحية، يعني اخوي محمد ادايلم صراحه اوجه له رساله تحيه واقول له مبروك على 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 فوز العربي. لكن محمد ادايلم يعني انت خلاص، انت ليش لليوم خالد 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 خلاص خالد موضوع صار قبل موسمين في بدايه الولد اشتغل تعب اجتهد يا اخي، كافي انه كان يطلع من بيته يروح النادي، هذا بحد ذاته ثلاث اربع ساعات قاعد بالنادي، هذا اجتهد اليوم ليش ما تبي تنسب الانجاز له؟ بالعكس الولد انت لك انت دورك يا ادايلم لما تقعد تغرد بتويتر هذا انت ساهمت بالانجاز، لما تمدح اللاعبين لما تشد من ازر اللاعبين نقول لك الله يعطيك العافيه. اليوم يا اخي عندك كلمه طيبه بحق خالد قولها، ما عندك يا اخي ما له داعي الطق هذا اللي قاعد طقه خالد لا خالد ساهم بالانجاز وكان واحد من مؤسسين هالفريق اللي اليوم هالفريق بطل، خالد عبد القدوس مع اخوانه مجلس اداره واخوانه الجهاز الاداري واللاعبين. فاتمنى من حمد ادايلم يا اخي عط الناس حقوقها، عط انصف الرجل، الرجل تعب واشتغل وخلى بيته وخلى عياله عشان النادي، فيا ريت تنصف الرجل. طيب انا قبل اخذ اخوي عبد المحسن باتصال، اخوي عبد الله الدوسري لاعب نادي كاظم ومنتخبنا السابق يقول باختصار مشكله لاعبين نادي الكويت حاليا الضغط النفسي على الفريق. هذه وجهه نظر اخونا عبد الله الدوسري. اخر اتصال لحظه العبد لحظه ابي الضغط النفسي جرى ضغط نفسي ابي لحظه قاعد وياه العبد يعني وجهه نظرك العبد يعني انا اتفاجئ كلمه احنا سهله نقولها ترى ضغط نفسي، طالما نبي نقول ضغط نفسي لا نذكر دائما كلمه لاعب خبره اكثر فريق فيه لاعب خبره. اذا في الضغط النفسي ترى على جميع اللاعبين كل الفرق الضغط النفسي على طيب. جميع الفرق اللي تلعب كل ثلاثة ايام مباراه يعني. اسمح لي ترى عندي اتصال بس اخوي عبد المحسن. صباحك الله بالخير. السلام عليكم. الله بخير. عليكم السلام يا حياك الله. سلم على ضيوفك الكرام. اخوي عبد العزيز هل يجوز اني انا دافع اشتراك ويلغون عضويتي جميع عموميه احد الانديه ما بذكر اسمه، ليش ما تذكر؟ هو نادي عود واحد من يذكر انت يعني انت اشتكي لا انت يعني انت غزك ولا قاعد تكلم عن واحد؟ انا انت قول لي اي نادي شنو؟ نادي الكويت. انت كويتاوي؟ اي نعم. انا مسجل نادي الكويت ايام الجمعيه العموميه مسجل نادي الكويت بس مو كويتاوي كنا بلا كنا العيدي شنو؟ لا اقول لك كويتاوي هو كويتاوي العيدي كويتاوي مشجع كويتاوي بس لحظه انا مسجل انا وعيالي واخواني انت لقيت نفسك مشطوب من متى؟ والله سالت واحد صديق ما في سالت روح تاكد لا شوف لا تاكد ما في سالت عشان لما تدخل معانا على الهواء اتمنى التاكد من المعلومه ما متاكد يا اخوي تقول سالت واحد داخل الهيئه داخل الهيئة ما أدري عاد صراحة ومن متى مشغول يعني مو موجود
زين شنو السبب؟ وصل دافع اشتراك اشتراك النادي هذه المشكلة. دافع اشتراك شلون يشطب؟ وفي اسم اللي سجلني موجود لاعب معروف بعد. في احد يشطب من عائلتكم ولا بس انت؟ والله انا شيكت على اسمي لان احنا وايد اروح اطلع بطاقاتهم. زين ما راجعت النادي؟ ما راجعت النادي؟ لا والله ما راجعت النادي. لا تاكد من النادي تاكد. هذا السؤال اللي بوجهه. احنا في واتساب في شيء من نادي الكويت؟ لا روح النادي تاكد بنفسك. النادي حقك هذا. روح النادي مكتب السكرتاريه روح حق بين كل شيء بين كل شيء. ما تطول خمس دقائق استفسر وشوف الموضوع وحتى لما تخلص اتصل فينا مره ثانيه وتشيك على اهلك بعد تشيك على اهلك مره واحده. مشكور يا اخو عبد المحسن. بروح لفاصل وبعدها ساعة. هاكم الله ويانا. نروح لي بس خلنا صلاة ترى العيد قد ساوي عشان نتكلم. ابو مشاري قال انه كويتاوي هو اللي دائما يدخل مداخلات ويضربنا ترى يضربنا هذا الكويت على فكره. انا اشوفه بالمباريات يعني. شوف العين انا اشوفه بالمباريات شاطبين شاطبينه لا ما اشتراني شاطبين ما ادري شنو الموضوع بس انا يا رجال المباريات هو يقول سمعت تقول كل ما يدخل يضربنا اي قاعد يضربنا قاعد اقول لك يعني انه قد ساوي انت تقول قاعد يضربنا على اساس انه قد ساوي ولا انه كويتاوي قاعد ينتقد تفرق لا قد ساوي انا لا شوف المباراه الكويت موجود يبا صار له كم سنه تساوي بس ما له شغل ما دام مسجل ما دام مسجل ودافع بحساب على كلام انا دافع سمعت من واحد قال انت ما شيكت بنفسك هو يتاكد من النادي يتاكد انت من نفسك روح النادي وشوف وبعدين يعني اتصل وقلت بس انت لما تقول انه قد تساوي انت هالمعلومه طيب دي منها انا اشوف رايي حضر مباريات الكويت فلا اروح حق لقاء حصري واشكر اخوي العزيز مشعل شويرد عميري يعني شهادتنا فيك مجروحه ودعمك لبرنامجنا يا اخوي مشعل من زمان يعني تسهيلك اليوم المهمه وايضا يعني التواصل اللي تم مع السيد بابلو فرانكو مدرب فريق الغاتسيه امر تشكر عليه ما في شك. زميلنا احمد العنزي اجرى لقاء حصري هو الاول مع السيد بابلو فرانكو بعد انهاء عقده مع نادي الغاتسيه. Of course, when you evaluate 2 years, you have to put in the table. عملنا كل ما بوسعنا خلال سنتين، وحاولت أنا ومساعديني أن نقدم كل ما نستطيع، وأنا سعيد بالنتائج التي حققتها خاصة في هذا الموسم. فالقادسي هو الأكثر فوز من العربي بطل الدوري، والكويت بطل كأس ولي العهد، وحققت كأس السوبر، ودور الموسم الماضي لم يستكمل بسبب كورونا. بما أثر على الفريق بشكل عام وأنا سعيد بالنتائج. هناك عدة أسباب لعدم تحقيق سوى بطولة السوبر، وحتى أكون صريحا معك لن أتحدث عن الأسباب. أنا هنا في هذه المقابلة أريد أن أوجه الشكر للجميع فقط. الجمهور من حقه أن يصرح بما يريد، ولكن طوال الفترة الماضية كان عدد لاعبي المنتخب من القادسية 3 أو 4 لاعبين فقط، ولم يتم اختيار أكثر من هذا العدد إلا اليوم. لم أتعرض للتدخل من قبل الإدارة في اختيار المحترفين، وعملنا سوياً بشكل جماعي، وأسلوب العمل في القادسية مشابه لما يحصل في برشلونة ومانشستر سيتي وليفربول ويوفنتوس. من قال إني لا أريد عدي الدباق أو دينيس أو أحمد الرياحي؟ أنا جلست مع الإدارة وتناقشت معهم، ومن يريد أن يعرف الحقيقة فعليه أن يتوجه السؤال لشخص آخر غيري. تربطني علاقة طيبة مع اللاعب عبد العزيز مروي، وجلست معه أكثر من مرة، لكن الإدارة تريد مني الفوز بالمباريات، لذلك على المدرب الذي يرغب بالفوز أن يختار الأفضل للمباراة. اللاعب أحمد الضفيري هو اللاعب الكويتي القادر على الاحتراف في الخارج. فقدت الجماهير القدساوية هذا الموسم، كانوا دائما الداعمين لي والداعمين للفريق. أشكر كل من تواصل معي وساعدني من الجمهور، وشكر أيضا لكل من كان غاضبا مني. أوجه الشكر لمشعل العميري الذي وقف معي وهو من أحضرني إلى الكويت، وأتمنى أن أستمر بالتعامل معه دائما.
شكرا اخوي احمد العنزي، شكرا مره اخرى لاخوي مشعل العميري، شكرا لاخوي ايضا السيد بابلو فرانكو. يعني اكثر من تصريح واضح عموما انه هو يعني متحفظ بعض الشيء في بعض الاسئله وفي الرد على بعض الاسئله. سالناه عن الحكام ايضا يعني كان جوابه دبلوماسي، سالناه عن الفار كان جوابه دبلوماسي، سالناه عن المنتخب ايضا كان جوابه دبلوماسي. فالاسئله اللي اجوبتها دبلوماسيه ما عرضناها صراحه، عرضنا الاجوبه اللي يعني فيها نوع من الردود على اسئله الجمهور، خاصه فيما يتعلق باحمد موضوع عبد العزيز مروي. يعني يقول واضح انه هو مو مقتنع بعبد العزيز مروي، واضح يعرف اكيد. لا لا ما قال كذي، واضح هو ما قال كذي. قعدت مع اللاعب وتربطني في علاقه طيبه، لكن الاداره طالب مني ان افوز. طيب اذا مهاجم، لحظه مهاجم طالبه مني اني افوز، فلا بد اني العب اللاعبين الافضل. زين واضح كلامه، يعني عبد العزيز مو الافضل. انا برد عليه، مو مقتنع فيه. مو مقتنع. لا انا برد عليه، ما يخالف. انا ما اقتنع باللاعب عدل. انت عندك دور التصنيف ما لعبت، انت لعبه لعبتين ثلاثه اساسي. اذا انا مو مقتنع فيه اشوف اداء مسلم، بس انت ما اعطيته فرصه عدل بدور التصنيف. نعم يعني هذا رد عليه. وبعدين يقول الاداره يبون البطوله عدل. نعم زين، انت اختياراتك شنو بالمهاجمين؟ انت اصريت على لوكاس. لا ما اصر، كلامه واضح. ما لوكاس لا هو قال سالناه ايه؟ قال انا ما راح اجاوب، تبوا تعرفون الحقيقه روح سالوا الاداره او سالوا شخص اخر. هو لعب اكثر من مباراه بدون مهاجم، وعزيز ملوي يعني تعول فتره بعدها رجع، والتصنيف ما لعبه ابو سعود. حتى لما كان يشرك عزيز ملوي كان يطلع اللاعبين اللي يعطونا ينزل بتوقيت مسعود. بس عفوا احنا ما شفنا المقابله، يعني ما هل من ضمن الاسئله نسال او ما جاوب بخصوص احمد الرياحي واللاعبين اللي مشاه؟ جاوب ما جاوب. قال لا تسالوني عن هالموضوع، انا قعدت مع الاداره حول هالموضوع. يعني هل خروج اللاعبين موافقته ولا ما جاوب؟ قال انا ما راح اجاوب، لان صراحه هذه كانت علامه استفهام. قال يعني من قال احنا سالنا، قال ان انت الجمهور يقول انت ما تبي الرياحي. زين قال انا ما ابي. والمهاجم اللي راح النصر شو اسمه؟ دينيس. دينيس والرياحي سالناه، دينيس والرياحي وعدي الدباغ. قال لا تسالوني، قال تبي تسالون تبي تعرفون الحقيقه روح الاداره. يعني الاداره هم قايلين لا مشهم؟ لا ما يعني في امور صارت بينهم بعد هذا، ما ندري شنو التفاصيل. يعني اذا هو ما يتكلم بتفاصيل احنا ما نقدر نحكم صراحه. بس على عزيز مروي يعني انا عندي رد عليه، ان دور التصنيف اعطى فرصه، ما يخالف. انا كمدرب اعطي فرصه. لا اعطي فرصه لعبتين ثلاث، يلا هذا عزيز مروي شوفوا مو زين. بس انت ما اعطيته فرصه الولد عشان تقول مو زين. بس هذا على فكره ابو احمد مثل الرياحي، يعني حتى هو امتنع عن الاجابه. انا كمهاجم ما تلعبني وبلعب، لقيت الباب مسكر، اقدر اتجه للاداره بطلع. بطلع ودوني اي نادي. فتوقع كاداره انت مو راضي تلعبه، والريال يبي يطلع بنفس الوقت جاي له عرض. لا الرياحي موضوع يعني عرفت كذي. لا الرياحي موضوع هو اللي سمعت انا، وفي احد من الاداريين اتكلم فيه، ان الرياحي هو المدرب قال له يعني هو رابع مهاجم مو قاعد يلعبه، عشان كذي راح هو. انت بتحط عموما انا يعني اللي وصل لي ان الرياحي الان اصبح لاعب للقادسيه وعاد للقادسيه. في خبر تو بث، باخذ وجهه نظر ابو لهيب هل صحيحه ام لا. الخبر طبعا من صحيفه كويتيه او موقع كويتي اسمه كيو 8 نيوز، يقول نادي الكويت تعاقد مع الجزائري امير سعيود لاعب نادي شباب بالوزداد. ما سمعت عنه ابو خبر، الخبر انا ما سمعت عنه ابو سعود. ما سمعت. لا زين هذا مو كان من نادي العربي؟ لاعب العربي قبل الزمالك ولا لاعب الحين هذا ما عمره كم؟ هو كان صغير متلق. لا ترى يمين العربي كان صغير. كان صغير. ترى متلق الحين في. هو لاعب زين حتى بالعربي هني، بعدين راح طلع. غريب انه طلع من العربي. تشوفونه انه ما ادري انا يفيد كلاعب كموقعه كمركزه. محتاج الكويت مثل هالمركز؟ وهو يلعب يعني يلعب تحت المهاجمين بسعود، عنده ما شاء الله التسديد خارج منطقة، عنده السرعة، عنده الاختراق، جيد بسعود. واي لاعب عكس يتمناه. هو نادي الكويت محتاج لاعب نص ارتكاز قيادي، يعرف يبطئ الرتم، يسرع الرتم، يكون موجه، وبعدين يكون قوي داخل الملعب ويعرف يدير الفريق، وقيادي يكون داخل الملعب. هذا محتاج نادي الكويت، ومحتاجين واحد يكون صانع العاب.
يوصل حق المهاجمين هذا يفتقدون المركزين هذيل يفتقدون من الكرة طبعا حتى المدافع المفروض يمشي يبون مدافع افضل منه. الخصها لك ابو احمد نادي الكويت محتاج 4 محترفين رقم 1 يمتازون بالسرعه اولا لان عندك فريق يمتاز بالبطء لاعبين كلهم انت محتاج لاعبين يمتازون بالسرعه على الاقل الفريق يبني هجمه يعني الخصها لك ابو مشاري انا اقول لك محتاجين اللاعبين فيهم سرعه لاعب يعني نادي الكويت رقم 1 يحتاجه لاعب رقم 6 ماكينجا كمارا هاللعب هذا شادي الهمامي كان نعم هذا المركز محتاج نادي الكويت ودائما يحتاج لاعب يريح المدافعين لازم احد معاه شوف طبعا طبعا بس محتاج لاعب يبني هجمه ويريح المدافعين يستلم من المدافع برد على ابو مشاري يقولنا بالسرعه كره القدم بسرعه انا بعطيك الحين مثال نادي العربي نادي العربي شلون فاز ذكاء المدرب شوف ذكاء المدرب العربي عارف انه نصه بطيء مو بس بطيء يعني الشمالي ارتكاز بس ما عنده اللاعبه ما عندهم القدره على ما عنده لاعب بوكس بوكس إيه لا ما عندهم لاعبين بالنص عندهم قدره للسحب سوى هذا كان مدرب انا عندي 4 سراح بندر وسنوسي ودالي ودباخ قام يلعب الكره اللعب المباشر وهذا الصح هذا ذكاء مدرب عرفت لانه بيستحوذ ما يقدر ما عنده قدره نفس نادي القادسيه انه يستحوذ بالنص فهذا ذكاء مدرب نعم طيب انا في تغريده من اخونا الشمالي يقول شلونك مسعود هذا المدرب الافضل للقادسيه فكر عالي اخلاق شخصيه متميزه وقويه اتمنى يكون بالقادسيه الموسم القادم حاط صوره ابو احمد طبعا كابتن انور يستاهل واي مكان يكون موجود فيه هو يعني اذا عندي سؤال انت توافق لو رحت القادسيه والله ابو سعود يعني من ما يتمنى يدرب القادسيه نعم نادي كبير وبالعكس كويتاوي محمد ابراهيم درب الكويت درب العرب مدربين شو انت بمشتغل هذا راشد ديح الوحيد انا اضغط سير تشرف سؤالي والله بخصوص درع الدوري انا مسال من الاتحاد شلون درع الشواطئ ودرع الدرجه الاولى ودرع الدوري الممتاز كلهم نفس الشكل اي والله صح شلون يعني ابفهم يعني انا هذا السؤال والله مطروح للاخوان في الاتحاد اللي مختارين الدرع يعني انت شلون درع الشواطئ ودرع الدرجه الاولى ودرع الدوري الممتاز كلهم نفس الشكل وطبعا هذه امانه هذا الخبر من اخوي كابتن نواف شوي لاعب العربي هو اللي دازي يستفسر يعني انت حركت عليه الموضوع يا لا يبغى ابو فهد والله الحرقه لان احنا مسوين تقرير شوف والله ابو فهد حطوا الدر ابو فهد حركت الموضوع عليه قلنا خلف العنزي امانه على طول شغل ما شاء الله عاد ما يحتاج افكاره فراح عمل تقرير عن الدرع ومقارنه بدروع الدول الثانيه وايضا سال بعض الاخوان العرباويه بعض الاخوان اللي استلموا الدرع ورايهم في شكل لا بس انا الدرع. اسف عيني بس انا والله كله سوالف موهقنا من الملعب موهقنا هنا لا هو نقطه في 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 محلها راح نناقشها ان شاء الله ومع نهايه الموسم يعني في عدة أمور طبعاً ما لا يمكن أن ما نشكر الأخوان في الاتحاد الكويتي في ظل هالأزمة أزمة كورونا يمر هالموسم بهذا المجهود طبعاً جهد جبار من جميع العاملين في أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم ما نبخس حقهم أيضاً أخونا العزيز صلاح الجناعي أمين السر ما ننسى الأخوان المعينين سكرتارية موظفين كلهم صراحة بذلوا مجهود هذه كلمة حق يجب أن تقال من كل العاملين في المجال الرياضي بغض النظر نتفق نختلف على بعض الأمور هذا أمر طبيعي لكن تبقى ملاحظتين هي خلي تقبلها مني أول شيء أول ملاحظة عمل لجنة الحكام وأتمنى يا أبو عثمان صديقك من صدقك يعني وإحنا نقولها وقلناها لك على هوا أكثر من مرة عمل لجنة الحكام لدرجة يعني الأيام الأخيرة ما ندري كم عضو باللجنة ياسر أحمد استقال محمود بلوشي الله يرده بالسلامة سافر مع ولده وليد الشطي لاهي مع عند الأكاديمية ومشرف عليها وجهده جبار وواضح مع الأكاديمية الله يعطي العافية ما ننكر جهده بالتالي منو قاعد يدير اللجنة معك يا أبو عثمان أنا ما أدري صراحة هذه ملاحظتي على عمل لجنة الحكام النقطة الثانية على المنشآت صراحة أنا ما أدري هم معالي الوزير هل شاف المنشأة نادي العربي 87 88 كراسي بلاستيك 2021 كراسي بلاستيك في الدكه يعني شو الفرق يا دكتور حمود فليط هذا منشأ ب 87 ما 88 ما اخذوا الدوري ما 86 ما وهني 21 الارضيات الملاعب المنشأ ساعات ما تشتغل لليوم خلص الموسم وبعض الملاعب ساعاتهم ما تشتغل
ما ادري شنو اللي الديره كلها كذي ابو سعيد. انت عباك بس ملاعبنا الديره كلها كذي يعني شوارعنا ديرتنا كلها كذي والله ما استغرب صراحه من عمل حقه وتنتقد من هناك عليه ملاحظات. قبل لا اختم ايضا ملاحظه الاخيره يعني اتمنى هذا الامر ما يمر مرور الكرام. يعني اليوم موضوع النادي العربي شط بعض الاعضاء اللي صار الان اخونا عبد المحسن العيدي ما ندري بكاظمه ما ندري بالسالميه ما ندري بالجهره ما يعني هذا الامر ارجع واكرر النقطه لما صار الايقاف قالوا والله احنا بنوقف لان موضوع التسجيل واللي ماسكين الرياضه كان وقته طبعا يقصدون الشيخ طلال وانه هو رئيس اللجنه الاولمبيه وهو بالهيئه ما ادري بالاتحاد قاعد يتحكمون بالجمعيه العموميه ولمتى هذا التسيب والتصرف ما ادري والله ما اشوف ايش سويته الحين من صار الايقاف قلتوا هذا المفروض اهم موضوع تعدلونه يا من طالبته بايقاف نسمع انه بيسوونه الكتروني ما شفنا شيء انت سوى الكتروني هذا اهم موضوع تفك هالناس اللي واحد مشطوب والله واحد ما يحبونه هالنادي يشيلونه وهالنادي ما يحبه ما ادري يطقه يروح يشيله شلون تبي ما ادري والله عموما مشكور حياك حبيبي كابتن صلاح بن زول مشكور كابتن احمد موسى مشكور كابتن نور يعقوب مشكور كابتن بالنسبه حق اللاعب سعود لا نعم. ماكو شيء رسمي بسعود يعني في مفاوضات اي بس مو ماكو شيء رسمي طيب. في مفاوضات يعني اوكي يعني خبر صحيح طيب قبل لا اختم انا دائما اختار موقع وامانه اليوم بختار موقع لجمهور وشباب رياضي صراحه ذويق ودائما محللينهم دائما اعلاميينهم مذيعينهم حتى من العنصر النسائي صراحه يعني كلهم يخجلونك في تعاملهم الراقي وفي ايضا معلوماتهم طبعا اقصد فيه الاخوان الرياضيين من سلطنه عمان الشقيقه اليوم اخترت لكم لحساب لمحلل رياضي اسمه محمد اسماعيل هذا الاخ العزيز طبعا بالتاكيد نسال الله تعالى أن يرحم السلطان قابوس ويسكن فسيح جناته وأن يطيل في عمر السلطان هيثم بن طارق طبعا أخونا محمد إسماعيل الشيء الجميل فيه يحط كل أخبار الرياضيين العمانيين ومختلف الألعاب مو بس في كرة القدم مو بس في الرالي مو بس في الرياضات الفردية والرياضة الفردية أيضا متابع للأندية العمانية فأنا أدعوكم لزيارة موقع أخونا محمد إسماعيل ومتابعته أخونا المحلل الرياضي من سلطنة عمان الشقيقة والله يوفقك وجهدك واضح فزورتنا نشوف الفزورة أمس كنا عارضين صورة لمشجع قلنا من يعرف هذا المشجع طبعا العلم على اليمين هو تركي تركيا و على اليسار اللون الاصفر والازرق معروف كولومبيا لون فنربخشة فريق فنربخشة التركي من الفرق اللي موجوده في اسطنبول وتحديدا موجوده في الجانب الاسيوي الاوروبي جالاتا سراي وبشكتاش في الجانب الاسيوي موجود فريق فنربخشة احمد يقول شرقي والله ما ادري عدم شرقي اساسا لان الجانب الاوروبي ترى 10% من تركيا كلها صحيح فلما يكون فيه ناديين كفايه يبي له سفر والله لان انا اتوقع اسطنبول باكشير هذا وين بالجانب اسطنبول تابع حق الاوروبي باكشير الغربي حق الاوروبي ها اسطنبول تابع لاسيوي لا لا الملعب في انا اتكلم عن الاسيوي اتكلم عن اسطنبول اسطنبول تابع بال 10% اللي ما تابعين لا هي فيها بالنص احمد اسطنبول صايره يعني جنبين بس هي تعتبر يعني الحلقه صارت جغرافيا قصد جغرافيا مخرج حق اوروبا عن طريق اسطنبول خلينا نشوف الفاز معنا اضطر القعده شوي اللي فاز بدريه عطلنا واحد شهر نيان مبروك يا بدريه الجائزه النقديه والعينيه مقدمه من هايجين فزوره اليوم راح اوريكم صوره ابي اسم المدينه ابي هالمدينه وين اسطنبول اللي يقرب الملعب شويه راح يعرف اسم المدينه لما تقرب الصوره ترى راح تعرف اسم المدينه هذه فزورتنا اليوم
نتمنى تشاركونا وتفوزون معنا بالجائزة النقدية والعينية المقدمة من هايجين. شكر لرعاتنا وداعمينا شركة ونرز العالمية معقمات هايجين معبرين. شكر لأطياب المرشود. شكر لمركز عبدالله تقي للأغمشة. شكر لمطعم السبعينات. شكر لفارمالاند. شكر أيضا نظارات كيفان. شكر لدير اندير. شكر لمعرض كراجي فوفو وزيوس في الكويت. وشكر لمعرض أسد للملابس الرياضية. نذكركم اليوم إن شاء الله منتخبنا راح يلعب لكرة القدم للصالات مع شقيق المصري مباراة حساسة ومهمة ومصيرية للأزرق إذا أراد أن يتأهل إلى دور الأربعة من بطولة كأس العرب. المباراة ساعة أربعة أتوقع أربعة على 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 أون أون سبورت أون سبورت أون سبورت. الله يوفقك. موفقين للأزرق. دعواتنا لكم إن شاء الله بالتوفيق ونتمنى تشدون حيلكم وتعوضون الخسارة أمام المنتخب البحريني إن شاء الله. كلنا ثقة في نجوم أزرقنا في الجهاز الإداري في الجهاز الفني إن شاء الله إن يعوضون هذه الخسارة وقادرين إن شاء الله. وأخوي حسين صالح حبيب وعبد الله إن شاء الله قادر على يعني إخراج اللاعبين من جو خسارة المباراة الأولى أمام البحرين والظهور بصورة مشرفة أمام المنتخب المصري. معروف المنتخب المصري أحد منتخبات العالم صراحة في كرة القدم للصالات. نتمنى التوفيق. دعواتكم لأزرق بالتوفيق. نلقاكم باكر. مع السلامة.